نرجع نتابع بقية أخبارنا، وهنبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان في النهاردة الحقيقة برضو ندوة مهمة جدا، وده شيء مهم إنك تخاطب برضو المجتمع الدولي وإنت موجود ويعني بتشارك في الأمم المتحدة، فتوضح برضو حقائق الأمور وتحدي الإرهاب اللي بيواجه المنطقة العربية وبالأخص طبعا مصر. معهد الشرق الأوسط بواشنطن النهاردة بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عمل مؤتمر لمدة يوم واحد تحت عنوان مصر في شرق أوسط متغير. عدد كبير من الخبراء من مصر والولايات المتحدة الأمريكية كانوا مشاركين. كلام ده على هامش الاجتماعات اللي بتتم طبعا للجمعية العامة للأمم المتحدة. دكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية قال إن الشرق الأوسط بيشهد أنماط مختلفة وغير تقليدية من التهديدات، وإنه طبعا اللي بيحصل في منطقة الشرق الأوسط وعلاقة الشرق الأوسط كمان بالقوة الخارجية وبالقوة الكبرى لازم الكلام ده يكون واضح أمام الجميع. فيما يتعلق بظاهرة الإرهاب، فعلى الرغم من هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الإدعاء بانتهاء هذا التنظيم، وإن في مؤشرات كتيرة بتأكد محاولة التنظيم ده إن هو يتأقلم مع مرحلة ما بعد الدولة من خلال بناء استراتيجية جديدة تضمن ليه إن هو يعني يفضل باقي ويعود مرة أخرى. زي ما بقول لحضراتكم المؤتمر ده مهم علشان يعني المجتمع الدولي يكون عارف خطورة الإرهاب، خطورة حتى الإرهابيين داعش ومصيرهم وعودتهم مرة أخرى للمشهد، فيكون في تعامل معاهم بشكل مختلف.